رحيم، أهلا بيكم. معاكم دكتور عصام عنديل. النهاردة هتكلم يعني ايه المستوى المعنوية أو significant level. الأول، لا يتم قبول أو رفض النظرية الفردية. طبعا أنا بحط نظرية فردية اللي هي الهايبوثيزيس، أو بيسموها نظرية العدم. ونظرية العالم دي اللي هي النول هايبوثيسيس، والنظرية الفردية بتعتمد إن لا يوجد فروق معنوية بين المعاملات، أو بمعنى صح لا يوجد تأثير معنوي للمعاملات تحت الدراسة. يعني تأثير المعاملة الأولى بيساوي تأثير المعاملة الثانية بيساوي تأثير المعاملة الثالثة، وهكذا بيساوي الصفر. ويقابل النظرية الفردية ما يسمى بالالترناتيف هايبوثيسيس، اللي هي النظرية البديلة، إن كل المعاملات تختلف في تأثيرها عن بعضها. يعني تأثير معاملة واحد لا يساوي تأثير معاملة اثنين، لا يساوي تأثير معاملة ثلاثة، وهكذا، ولا تساوي الصفر. يعني يوجد فروق معنوية بين المعاملات وبعضها. ده النظرية الفردية ودي النظرية البديلة. فأنا مجرد إن أنا أقول إن الفروق بين المتوسطات أكبر من الفروق العشوائية، ما ينفعش أعتمد على إن في فروق أو لا فقط، ولكن ذلك يعتمد على احتمال حدوث مثل هذه الفروق، ويطلق على درجة الاحتمال ما التي تقبل أو ترفض على تقبل أو ترفض على أساس النظرية الفردية بالمستوى المعنوي، ويرمز له برمز ألفا. وعادة الباحث بيختار مستوى المعنوية الخاص بالتجربة بتاعته قبل ما يقوم بالبحث، أو قبل ما يقوم بالتجربة، أو قبل عملية سحب العينة. فغالبا الجماعة بتوع المحاصيل والجماعة بتوع الأمراض أو الوراثة أو باقي العلوم، آسف، باقي العلوم بتعتمد على مستوى المعنوية 5%. الجماعة بتوع الوراثة وبتوع البريدنج وبتوع بيعتمد على مستوى المعنوية 1%. عندي مستوى معنوية 5% ومستوى معنوية 1%، وواحد في الألف، وواحد في 10,000، على حسب أنت عايز تعمل تشوف دقة التجربة بتاعتك أو مستوى معنويتك بالسيجنيفيكانت ليفل بتاعك. طيب نفسر يعني إيه مستوى معنوية 5% أو 1% أو واحد في الألف. مستوى المعنوية لو أنا هتكلم عن 5%، إن درجة التأكد من بيانات 95%، ودرجة عدم التأكد أو عدم الاحتمال 5، درجة التأكد 95، ودرجة عدم التأكد 5%. وبمعنى لها معنى تاني، بمعنى إن التأثيرات الناتجة عن المعاملات اللي أنا عملتها مثلا على صفات النبات ده، الناتجة أصلا من المعاملات. وال5% المتبقية نتيجة من عوامل أخرى، إن أنا ببقى مثبت العوامل وبشتغل على عامل أو عاملين أو 3 عوامل تحت الدراسة. فمعنى 5% معنى إن 95% من التأثيرات الناتجة جاية من عوامل الدراسة، و5% فقط من عوامل أخرى. طب لو 1% يبقى 99% من التأثيرات جاءت من العوامل تحت الدراسة، و1% بس عدم الاحتمال وعدم التأكد لو جه من عوامل أخرى. من عوامل إيه أخرى؟ أو بمعنى تاني، إن أنا لو جبت التجربة بتاعتي ووفرت لها the same conditions، نفس الظروف ونفس المعاملات ونفس كل حاجة، وجيت كررتها 100 مرة، لو أنا بشتغل على مستوى معنوية 5%، يبقى 95% 95% من النتائج اللي انا متحصل عليها هتديني نفس او قريبه جدا من نتيجه الايه هذه التجربه.
ولو في 1% يبقى 99% أو 99 مرة هتجي تديني نفس النتائج، نفس النتائج المتحصل عليها من نفس التجربة. يا رب تكون المعلومة وصلت، وأشكركم وإلى اللقاء في فيديو آخر. مع السلامة.